هوس التمتع بزرقة البحر ومياهه النقية في الشواطئ الصخرية، شعور يتقاسمه العديد من الشباب الذين اختاروا الشاطئ الصخري سيدي مروان بشلف وجهة لقضاء عطلهم رغم وعيهم بالمخاطر التي ينطوي عليها الإقبال على مثل هذه الأماكن. كما قلت احنا ولاد البحر على كل حال، ولاد لابوان جزائر العاصمه رئيس حميدو، هربنا من تحت غير على جال التلوث والغاشي والسرقه، وكاع على بالك يا خويا بزاف امور صارت تحت، هربنا على جال جينا لهنايا شغل على باليش نخرجوا شويه قنطره. يعني فيها متعه، فيها متعه، متعه للجميع. انا ننصح كامل المصطفين الجزائريين ما يعوموش في بلايص اللي للحمايه ما نصحش تعوم فيها. بون باسكو تكون دي بلاج جينيرالمون محظوره وماشي محميه، كي تكون ماشي محميه نسوبوزي واك غلط طحت ماني على باليش قصر راسك في روشي ولا ما على باليش فوج، شكون اللي راح يسلكك صاحبك؟ جو بونس با يقدر، ماهوش مدرب، ما عندوش مانفا بالك برمي سيكور. مي كي تكون هكا بلاج محميه يكون لا يكون كاين الحمايه المدنيه. الحماية المدنية ورغم أنها صنفت هذا الشاطئ بالغير مسموح للسباحة إلا أنها تقوم بزيارات تفقدية لتوعية المصطفين والتدخل في حالة تعرضهم لأي خطر. مثل هذه الزيارات نوجه بعض النصائح والإرشادات لهؤلاء الشباب الطائشين لتغويهم مثل هذه المناطق لنوعوهم بخطورة هذه المناطق الصخرية. فيما يخص تدخلات الحماية المدنية في مثل هذه المناطق الغير مسموح للسباحة، فقد سجلت مصالح الحماية المدنية ابتداء من 1 جوان إلى غاية 14 جوية 156 تدخل عبر كامل الشواطئ، وطبعا فيها بعض التدخلات اللي تم تسجيلها في مثل هذه المناطق الصخرية، والحمد لله بفضل مجهوداتنا لم نسجل ولا حالة غرق. ويبقى شاطئ سيدي مروان واحد من الأماكن التي تستهوي عشاق الطبيعة، أين تشكل زرقة البحر وخضرة الغابات وشموخ الصخور لوحة طبيعية آسرة، ما يستدعي إعادة النظر في تصنيف مثل هذه الأماكن.